رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سادتي ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا باب الرحمة اللهم بجاههم فرج عنا وعن المؤمنين فرجا عاجلا قريبا ووفقنا بهم لما يرضيك عنا ولقد يعز على النبي ما قد جنى بعض الصحابة قد غاب فانقلبوا على الأعقاب لم يخشوا عقابه منعوا البتولة أن تنوح عليه أو تبكي مصابة يا تصاوي يا ما يصير خير الأمور وسطها منعوا البتولة أن تنوح عليه أو تبكي مصابة لم يحفظوا للمرتضى رحم النبوة والقرابة قد أطفأوا نور الهدى مذ أضرموا بالنار بابه أسد الإله رجعت لا صواي هاي المزعجة ولا أسد الإله فكيف قد ولجت ذئاب القوم غابة وعداه على بنت الهدى ضربا هذا المصاب هذا النبأ المؤلم لفداحته قد لا يتقبله قلب المؤمن أتجرأ القوم على ضرب فاطمة هذه حقيقة يؤكد حدوثها من قوله بيان وتأكيده برهان وهو شيخ الطائفة الشيخ الطوسي عليه الرحمة يقول في كتابه تلخيص الشافي المشهور أي بين عموم المسلمين الذي لا خلاف فيه بين الشيعة إجماع أن فلانا ضرب على بطن فاطمة حتى
أسقطها الجنين من بطنها، وسمي ذلك الجنين محسنا، ثم قال: والرواية بذلك مشهورة عندهم ما يكشف النقاب، أن كثيرا من المصادر المشتملة على رواية الإسقاط عند القوم قد طمست أو أحرقت. نحن نعرف مكتبة الشيخ الطوسي في بغداد أحرقت، لكن هو يقول: والرواية بذلك مشهورة عندهم. وعد على بنت الهدى ضربا، ضرب يروي فداحة هذا الضرب الطبرسي العلامة الطبرسي في الاحتجاج، يروي هذه الرواية: أن الإمام الحسن عليه السلام قال إلى المغيرة بن شعبة: أنت ضربت فاطمة بنت رسول الله حتى أدميتها. كأني بيقول له: أنت ضربت أمي ضربا وصل إلى حد الإدماء. وعدا وعلى بنت الهدى ضربا بحضرته المهابة في أي حكم قد أباحوا إرث فاطم واغتصاب بيت النبوة بيتها. شادت يد الباري قباب، أذن الإله برفعه والقوم قد هتكوا حجاب. لهفي على بنت النبي محمد من كل أفاك أثيم معتدي، وتعج آلهة بقلب مكمد. ماذا على من شمت تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا؟ تقل البضعة اللي قلت يا أبو يحفظوها حتى عليك من البكا يا أبا امنعوها، ولك فهم عاد حتى سقطوها. فعل الذي سواه فطر حتى الجبال. ما حد يا ابويا احتمل وانا احتملت، والمحسن اللي في وسط بطني طرحت، والمرتضى الكرار طلعوا من حجرته،
وداه للمسجد يجرون بالحبال. انا عشت بمعزفي دلال وفي جلاله والتربية بحجر النبوة والرسالة وتزوج التاج المفاخر والبسالة حيدر علي ما بفش الحيدر والقصور وتبدلت الأيام وانعكست أحوالي من عقب أبو إبراهيم صرت بغير والي. الوالي يقيدون بحبل شفته قبالي وياهو يظن سبع الحريب بحبل مجرور يقلها ويهل دموع عينه يا زكية حيدر ما ينقاد بحبل يا هاشمية تدرين بسبع الحرب لولا الوصية ما حد هجم بيتك وحق ضلعك المكسور. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الهداية إلى الرأي الصائب وإدراك الحكمة في الرؤى مطلب كل ذي لب وغاية كل ذي عقل، إذ أحيانا خطأ يسير في القرار، خطأ في قرار معين ينحرف فيه المفكر عن الحق عن الصواب تترتب عليه أخطار مهلكة وخسائر فادحة لمجرد خطأ في رأي. معن ابن زائدة يقول المؤرخون انتصر في حربه الضروس على حدود كابل وأسر أسرى بأعداد كثيرة وغنم غنائم كبيرة وقفل راجع وصل إلى منطقة رخج أمر الجنود بإنزال الأحمال من على الأجياد من أجل الاستراحة والاستجمام من بعد حرب. نزلوا فبينما هم كذلك إذ بهم يرون غبرة قد ارتفعت في جهة من الجهات، رآه القائد معنا بن زائد فظن، والظن ما يكشف الحق، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ليس في كل الموارد الظن يشرع العمل به. فظن دون تحقق أن هذه الغبرة هو العدو، استعاد فلولا وجمع جنده واستعان بآخرين وجاء ليسترد الانتصار، جاء مرة أخرى لينتقم.
أمر مباشرة بقتل الأسرى، فصار لك السيف يقطع الرقاب، وقتل بهذا الأمر ما يقرب من 300 أسير. أحد الأسرى يقول: أنا كنت مع ابني، أخفيت ابني تحت أحداج الإبل ووقفت أستر عليه، قلت بني لعلي أقتل وتسلم أنت. شفقة الآباء على الأبناء. يقول: فبينما نحن كذلك والسيف يقطع الرقاب، إذ انجلت الغبرة وتبين سببها، تبين ما وراءها، وإذا السبب حمر وحشية، حمر وحشية في البر دارت وسببت هذه الغبرة. قرار متعجل دون تحقق تسبب في إزهاق ما يقرب من 300 روح. الهداية إلى الرأي الصائب إدراك الحق، وهو واحد لا يتعدد، حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. لكن نحن نعرف الواقع اليوم أن أمة الإسلام افترقت إلى عشرات الفرق، كتل متنافرة وأحزاب متناحرة، كل حزب بما لديهم فرحون، وكل واحد يقول: أنا أدركت الرأي الصائب والمعتقد الحق. نسأل القرآن الكريم: أي فئة مؤهلة مرشحة لنيل الهداية؟ مهم أن نعرف هذا لنرى هل نحن منهم أم لا. قبل الوقوف على الجواب، لا بد من أن نعرف بأن الهداية في القرآن الكريم هدايتان: هداية عامة الله عز وجل منحها جميع الخلق، وهداية خاصة يهبها لفئة خاصة. أما الهداية العامة فهي التي تحدثت عنها الآيات: وهديناه النجدين إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ونفس كل النفوس، وما سواها فألهمها، الدلي طريق الفجور والدلي طريق التقوى. حتى عمر بن سعد يدري وين النار وين الجنة، يعرف في قتل الحسين النار، يقولها: في قتله النار التي ليس دونها حجاب وملك الري. هذه الهداية العامة، هذه الهداية العامة قد تسلب، قد تسلب ممن يتمرد عليها. وللأسف ترى في البشر من أهله الله لإدراك الحق وأدركه وعرفه، ومع إدراكه للحق يتمرد عليه ويأبى قبوله. هذه مشكلة البشر. يقولون: دخل رجل من اليمن على معاوية، معاوية أراد يتطاول عليه، قال إليه: ما كان أجهل قومك إذ ولوا عليهم امرأة، فانبرى إليه اليمني وقال: أجهل من قومي قومك إذ دعاهم قومك يا معاوية تبعك، إذ دعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الحق، فبدل أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه وفقنا له، ايش قالوا ربع معاوية؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عند القرآن يحكي عنهم، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة، من ريده فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. جاء إلى النبي الحارث، الأسماء متعددة، لكن أكثر من 30 مصدر من العامة تذكر ويصور هذا المعنى. أحد شعرائنا يقول للنبي الحارث: تعنى من الحسد قلبه تمرد،
آمرتنا بكل فريضة وطعنا أمرك يا محمد صلى الله عليه وآله، ما اكتفت طاعتك حتى يبلغ بأمرك الهلحل، أمرت فينا ابن عمك. كلهم فهموها ترى، كلهم فهموها إمرة المؤمنين وولاية المؤمنين. حتى عمرو بن العاص اللي كتب في قصيدة الجلجلية إلى معاوية يقول له: وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي، وفي يوم خم رقى منبرا وبلغ والصحب لم يرحل، وفي كفه كفه معلنا ينادي بأمر العزيز الجلي، فقال: فمن كنت مولا له علي له اليوم نعم الولي. ولي كلهم فهموها. يقول: لما اكتفت طاعتك حتى يبلغ، أمرتنا بالصلاة وصلينا والصيام وصمنا ما اكتفيت، يقول له إلى أن قال له: هذا الأمر من عندك؟ ويقسم النبي 3 مرات بجواب أن هذا أمر الله يا أيها الرسول. بل أمرت فينا ابن عمك يأمر وينهي على كيف، هل أمر رباني؟ قال له المصطفى: قصر خطابك، دع الحارث، يا إلهي هل أمر لو من كتابك، صاعقة نزل علي حتى لو من الله. صلحتك أطماع، ما حد ما يدري الظلم ظلمات، ماكو واحد ما يدري أن الظلم مذموم وممقوت ويبغضه حتى الظالم، بدليل أنه هو ما يرضى أحد يظلمه، مع ذلك يظلم. نا المشكلة التمرد على الحق، هذا العتو. صاعقة يقول له: نزل علي لو يحل بي عذابك، وصاعقة من السماء نزلت قسمة الحارث نصيفة. سأل سائل بعذاب واقع، هذه مشكلة الناس. شاهد، إذا تمرد الإنسان على الهداية العامة اللي هي تشمل الكل، الله تعالى يقول: فلما زاغوا، شو اللي ترتب؟ أزاغ الله قلوبهم. 3 فئات، 3 فئات في البشر تحرم من نعمة الهداية الخاصة، والله لا يهدي القوم الظالمين. قرآن. والله لا يهدي القوم الفاسقين، أهل الفسق، أهل الظلم، ذولا ما يرجى منهم رأي صائب، لا يرجى منهم موقف حق وهداية. والكفار طبعا، الله تعالى يقول: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. فلما زاغوا، إيش هم السبب؟ هم طبعا هم تمردوا على الحق، أزاغ الله قلوبهم. والعكس بالعكس، والذين اهتدوا، اللي استثمر الهداية العامة، والذين اهتدوا زادهم هدى، أعطاهم هداية خاصة وآتاهم تقواهم. إنهم فتية آمنوا بربهم وإيش؟ وزدناهم هدى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، بهالقيد ترى الهداية الخاصة والوصول إلى الحكمة والرأي الصائب مو كل أحد مرشح إليه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم برهانا، يجعل لكم فرقانا، فرقان يعني قوة فارقة تفرقون بها بين الحق والباطل. الآية هنا أيضا التي قرأتها: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يؤتي الحكمة، الله يقول، قال كل الخلق، لا، من يشاء، المؤهل لها، المرشح لها. يقول علي عليه السلام: أول الحكمة ترك اللذات. أما عبيد الشهوات، عبيد اللذات، هؤلاء أذل من عبد الرق، ذول يبيعون ضمائرهم ودينهم من أجل دنيا فانية.
أول الحكمة ترك اللذات وآخرها مقت الفانيات. حد الحكمة يقول عليه السلام التوله بدار البقاء والإعراض عن دار الفناء. ولهذا ورد في الحديث عن أهل العصمة عليهم السلام من أخلص لله 40 يوما جرت الحكمة من قلبه على لسانه. هنا تحوط العناية الإلهية لأن هو الهداية ونعمة الرأي الصائب من كل النعم ممن اللهم ما بنا من نعمة فمنك. لا إله إلا أنت. الله هو مصدر الفيض والعطاء في هذا الوجود، يسبغ نعمة الهداية على المرشحين لها، ومنهم ماذا؟ والذين جاهدوا فينا. ما معنى الجهد وما معنى المجاهدة؟ أما الجهد في اللغة فهو بمعنى الوسع والطاقة. جهدك يعني قوتك، يعني طاقتك، يعني ما تملك من إمكانيات وقوى. المجاهدة هي بذل الوسع والطاقة، بذل ما تملك من إمكانيات وقوى ووسع وطاقة في سبيل تحقيق الغاية، هذه المجاهدة. من هنا لفظ والذين جاهدوا فينا عنوان عام ينطبق على مصاديق متعددة، من أبرزها الجهاد في ميادين الشهادة. الجهاد في ميادين بذل المهج لإعلاء كلمة الله. والذين جاهدوا فينا مو من أجل مصلحة الخاصة ولا فئة ولا طائفة ولا حزبة، لا أبدا، لتكون كلمة الله هي العليا. أبرز مصاديق المجاهدة بذل المهج في ميادين الشهادة، وهذا طريق مع أن طريق ذات الشوكة لكن له عشاقه وله رواده وله المسارعون إليه بشكل في الواقع يبهر. يوم بدر النبي صلى الله عليه وآله يقول كما يروي المؤرخون: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل، مقبلا غير مدبر، صابرا محتسبا، إلا أدخله الله الجنة. واحد من الصحابة يسمع هذا الكلام، عند هذا الكلام عين اليقين، بيده تمرات يأكلها النبي، هذا كلام النبي وما ينطقه عن الهوى، عرض مغري الجنة. لكن الثمن لنيله ثمن مو عادي، باهظ، بذل الموجة، بيده تمرات يأكلها. قال: بخن بخن، ليس بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. رمى التمرات من يديه، ما كمل أكل التمرات، وأخذ السيف وحمل على المشركين فقاتل حتى قتل. كل شهداء أبي الأحرار، كل أنصار الحسين من هالقبيل، بل أعلى، بل أرقى، لأن الحسين أذن لهم بالانصراف. الحسين عليه السلام قال لهم: أنتم في حل من بيعتي. يقولهم: لو قتلوني ما فكروا فيكم، ولو قتلوكم ما تركوني. هذا الليل قد أرخى بسدوله، اتخذوه لكم جملا، كل يأخذ بيد رجل من أهل بيتي ويمضي، ما طلبت القوم غيري. أبوا، أذن لهم، أبوا إلا أن يقفوا مع الحسين في جهاده. هذه رتبة عالية، يمسك بيد واحد منهم ليلة العاشر، نافع بن هلال الجملي، يقول للإمام: ألا تسلك بين هاتين الجبلين وتنجو بنفسك؟ ما تروح، دنياك وحياتك وأولادك وعائلتك وأموالك، روح. ايش سوى؟ انكب على جسد الحسين يقبله، وقال: سيدي إن سيفي بألف وفرسي بمثله، والله الذي من علي برؤيتك ما فارقتك. إلى الآن ترى العقبات أمام طريق ولاء الحسين موجودة، تريد تحل بينه وبين الحسين. المفروض نتعلم من هذا المخلص ونقول كما يقول: والله الذي من علينا بولائك
ونور هدايتك، أنت مصدر الهداية، ما فارقتك حتى يكل عن فري وعن جر. شاهد، هذا أبرز مصاديق الجهاد. مصداق آخر، أكو جهاد عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله بالجهاد الأكبر، وهو جهاد النفس. هذا جهاد دؤوب، مو جهاد ساعة، مو يوم، مو شهر. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. هذا جهاد دؤوب لأهميته، لضرورته، لحتمية إرادته من قبل الله. الله عز وجل من أجله أقسم 11 قسما متواصلة. يكفي قسم واحد، الله يريد يلفت الأنظار لأهمية ما أقسم من أجله. 11 قسم، والشمس وضحاها، والشمس هذا قسم، وضحاها هذا قسم آخر، والقمر هي ثالث إذا جلاها، والنهار والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء هذا قسم لوحده وما بناها قسم آخر، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. شريد الله يقول بعد كل هذه الأقسام، يريد أن يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. اللي عمل على تطهيرها من لوثات الذنوب وأوساخ المعاصي ونماها في طريق الطاعة والتقوى، هذا المفلح الناجح. دور آخر من الجهاد، جهاد عدو شئت أم أبيت. الله يقول هو عدو إلك متربص، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. شيطان عدو غادر ماكر مخطط، يعجز عن فئة بس وهم المخلصون، وإلا البقية لا. يصل دوره إلى حد أنه يجري في الإنسان مجرى الدم في العرق، يخطط يأخذك خطوة خطوة. اجتنبوا خطوات الشيطان. هم هذا دور من أدوار الجهاد. دور آخر من أدوار الجهاد، وهو دور التصدي للباطل، الوقوف في وجه الفساد والظلم والجور والمنكر والظلم وغصب الحقوق. هذا الدور الذي رائده بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي والحسن هو أبو الأحرار، الذي قال: لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. طمعت أن تسومه القوم ذلا، فأبى الله والحسام الصنيع كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع. ولديه صدر أرد من الدرع لظمأ القنا وهن شروع، وبه يرجع الحفاظ القيم لصدر ضاقت الأرض وهي فيه تضيع، فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع. وسامته يركب إحدى اثنتين، وقد صرت الحرب أسنانها، فإما يرى مذعنا للباطل للظلم للفساد للطاغوت أو تموت. نفس أبى العز إذ عانها فقال لها اعتصمي بالإبا، فنفس الأبي وما زانها إذا لم تجد غير لبس الهوان فبالموت تنزع جثمانها. رأى القتل صبرا شعار الكرام وفخرا يزين لها شانها، فشمر للحرب في معرك. شاهد، هذا مصداق آخر من مصاديق الجهاد.
إذن والذين جاهدوا فينا عنوان عام يشمل كل هذه المصاديق. طبعا هنا سؤال يجي، من الذي يرقى إلى هذا المستوى؟ الجواب باختصار، هم أصحاب الهمم العالية، هم أصحاب العزائم المتعالية، اللي ما يرضى لنفسه بمكسب ضئيل. ماكو واحد تاجر شاطر صاحب همة، واحد تاجر على قد عزمة. الدنيا سوق، يقول الإمام الهادي عليه السلام، ربيح فيها قوم وخسر فيها قوم آخرون. واحد عنده تطلع، يريد الدرجة العالية عند الله، يريد مكسب كبير، لا يرضى بالمكسب الصغير. الإمام الباقر عليه السلام كما في الكافي يحدث بهذه القصة، مضمونها حديث في الكافي، أن النبي صلى الله عليه وآله استضافه قبل البعثة، قبل الإسلام، قبل الدعوة، رجل في الطائف. أكرم النبي صلى الله عليه وآله، استضافه، اعتنى به، وبعد ذلك بعث النبي صلى الله عليه وآله. فجيء إلى هذا الرجل، قالوا له: أتدري من الذي بعث في مكة بالدعوة، بدعوة الإسلام، تعرفه؟ قال لهم: لا. قالوا: هذا محمد بن عبد الله يتيم أبي طالب، اللي استضفته ببيتك وأكرمته، هذا اللي استضفته بذاك اليوم يوم الفلاني. قال: بل. التحق بالنبي اختصارا، سلم وأسلم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتعرفني من أنا؟ قل للنبي. قال له صلى الله عليه وآله: من أنت؟ قال: أنا الذي استضفتك وأكرمتك في منزلي قبل الدعوة. قال: مرحبا بك، سل حاجتك. من اللي يعرض عليه الآن؟ اللي يعرض عليه أقرب وأعظم وأدنى وسيلة إلى الله، اللي يقول فيه سواد بن قارب أحد الصحابة كما يروي المؤرخون، يقول له: وأشهد أن الله لا رب غيره. زيني دحلان في سيرته وغيره يروي: وأشهد أن الله لا رب غيره، وإنك مأمون على كل غائب، وإنك أدنى، يعني أقرب، أدنى المرسلين وسيلة إلى الله. يا ابن الأكرمين لا طائب. يقول له: أنت الوسيلة إلى الله. شان قال للنبي: أنت مشرك، لا تأخذ وسيلة، لا تأخذ مخلوق وسيلة. يقول له: وإنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطائب، فمرنا بما يأتيك يا خير مرسل، وإن كان فيما فيه شيب الذوائب، وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد ابن قارب. شاهد، هذا خير الخلق، ويقول له: سل حاجتك. شوفوا الجواب الآن، سمعوا قد الهمة، قدر همته يطلب بغيته. شو اللي طلب؟ قال له: أطلب 200 رأس من الغنم مع رعاتها. النبي أمر له بذلك، لكن التفت لأصحابه، قال: ما كان على هذا أن يسألني سؤال عجوز بني إسرائيل. كان ما يقول: تعلموا الهمم العالية من عجوز بني إسرائيل. قال له: ما سؤال عجوز بني إسرائيل؟ قال لهم: أوحى الله إلى موسى عليه السلام قبل أن يخرج إلى الأرض المقدسة من مصر أن احمل معك عظام نبي الله يوسف، رفات نبي الله يوسف، احمل وياك من مصر إلى مقابر آبائه في فلسطين في الأرض المقدسة. فنادى موسى عليه السلام: من منكم يعرف مكان قبر يوسف؟ جاءه شيخ شيبة، قال: إن كان أحد يعرف مكان قبر يوسف ففلان، عجوز بني إسرائيل. ناداها، إجت: تعرفين مكان قبر يوسف؟ قالت: نعم. أفتذليني عليه؟ قالت: نعم، ولكن بحكمي.
عندي حكم تقبل بي فرصة الآن فرصة وجدت أدليك ولكن بحكمي. قال لها قال لها لك ما سألت لك الجنة. عرض عليها الجنة قالت لا إلا بحكمي حتى الجنة وما قبلها إلا بحكمي. أوحى الله إلى موسى عليه السلام لا يكبر عليك حكمها. أعطيها الله كريم وقادر أعطيها حكمها. قال لها لك ما حكمت ماذا تريدين؟ قالت أريد أن أكون معك في درجتك يوم القيامة في الجنة بنفس الدرجة مو جنة وبس قد الهمة قدر الهمة كل واحد على مقدار همته وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف قدر عزيمتك. العزائم هنا تختلف والهمم تتباين. يقول أمير المؤمنين عليه السلام خير الهمم أعلاها. خير الهمم أعلاها. ويقول صلوات الله وسلامه عليه الشرف بالهمم العالية لا بالرمم البالية. أكو واحد يحمل جسد جسد جسم جثة يحمل لكن ما يحمل إيش؟ ما يحمل هم. الشرف بالهمم العالية لا بالرمم البالية. في واقع الحياة بعض الناس هذا هم يأكل ويشرب وينام وخلصت. يقول علي عليه السلام من كانت همته ما يدخل إلى بطنه كانت قيمته ما يخرج منه. أمقت يعني أبغض. أمقت العباد إلى الله من كانت همته بطنه وفرجه. وين الهمة تصير المفروض؟ هذا زين العابدين عليه السلام في ضمن مناجاته يقول اللهم واجعلنا من الذين أسرعت أرواحهم في العلا وخططت هممهم لعز الورى. شايف العبارة شقد ضخامتها؟ وخططت هممهم مو فقط لعز أنفسهم. هذا منهج أهل البيت. شيعة أهل البيت لا يطلبون العدل فقط لطائفتهم، لا يطلبون الحقوق فقط لجنسهم وطائفتهم وفئتهم. وخططت هممهم لعز الورى. هذه الهمة اللي يريدها الإمام زين العابدين عليه السلام. يقول إلهي أسألك من الشهادة أقسطها ومن العبادة أنشطها ومن الهمم أعلاها. قل سيدي وين همتك؟ يقول عليه السلام وقد انقطعت إليك همتي وانصرفت نحوك رغبتي فأنت لا غيرك مرادي ولك لا لسواك سهري وسهادي. إلهي هب لي جسما روحانيا، جسم يعيش الروح المتعلقة بالمحل الأعلى، وقلبا سماويا، وهمة متعلقة بك، ويقينا صادقا في حبك، إلى آخر هذه الكلمات. إذن المفروض همم أهل الإيمان متعلقة بالله، تطلب رضاه. هذا شعار أهل البيت، رضا الله رضانا أهل البيت. اللي عندهم هالهمم ويرقون إلى مستوى من تنطبق عليهم الآية والذين جاهدوا فينا أولئك يتمتعون بنعمة الهداية
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ذولا نمنحهم. القمي عليه الرحمة في تفسيره يروي عن الصادق عليه السلام أو عن الباقر عليه السلام أن هذه الآية في علي وشيعة علي أو في أهل البيت وشيعتهم. ترى شيعة أهل البيت لا يغرك ترى هذا التضليل والتحريف والتعامي عن الحقائق. سئلة وابن تيمية أي التفاسير تعتمدها؟ يبين هذا هو ذاكر لنا في كتاب منهاج السنة مقدمة التفسير هو ذاك ذكر في ضمن ما يعتمد من التفاسير تفسير ابن جرير الطبري. ليش؟ قال لأنه يروي عن الثقات وخال من الموضوعات. يروي عن الثقات وما برواية إيش مصنوعة مكذوبة. خلونا نروح للطبري نقول له تعال شو اللي تروي لنا يلي يعتمدك ابن تيمية؟ ماذا تروي لنا عند قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية؟ يروي عن أبي الجارود عن الباقر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إلى علي لما نزلت الآية قال هم علي وشيعة علي. علي وشيعة علي اللي اليوم مستباحين الدم اللي اليوم يكفرون وتستباح دماؤهم وتسحق كرامتهم وتغتصب حقوقهم ويذلوا. طبعا مو بس ابن جرير هذا مصدر عالم أهل السنة في القرن الخامس الحاكم النيسابوري في كتاب شواهد التنزيل يروي أكثر من 20 حديث يعتمدها أن هذه الآية إن الذين آمنوا إلى قوله تعالى أولئك هم خير البرية هم علي وشيعة أمير المؤمنين. الهداية المن الله يعطيها؟ خلي أختم الآن. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. زين اللي الله يغضب عليهم اللي الله يغضب عليهم ذولا مصدر هداية لو مو مصدر هداية؟ أكو جواب في القرآن على هالكلام. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. اللي احنا في ذكراها اللي احنا الآن نعقد مجالس الاقتباس من أنوار هداها. ما الذي قال في حقها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلينا من مصادر الشيعة. هذا الحاكم في المستدرك على الصحيحين طبعا مو بس هو يروي، أبو نعيم في فضائل الصحابة أيضا يروي، ابن عساكر يروي وغيره يروي هذا الحديث، لكن الحاكم في المستدرك على الصحيحين روى الحديث وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. شنو هذا الحديث؟ النبي يقول إلى فاطمة يا فاطمة إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. ويروي البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني من أغضبها أغضبني. النبي يقول من أغضب فاطمة أغضبني. ما نحتاج إلى بيان اللي يغضب النبي يغضب الله. هو البخاري أيضا يروي عن الخليفة الثاني دخل على حفصة وقال لها أتغاضب إحداكن رسول الله من الصباح إلى الليل؟ قالت نعم. قال أما تخشين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ ما تخافين الله يغضب لغضب رسوله فتهلك. فاطمة بضعة من فمن أغضبها أغضبني.
سؤال، أغضبوا فاطمة لو ما أغضبوا فاطمة؟ خلي مصادر الشيعة، اسأل البخاري، هو يروي عن السيدة عائشة، مو رواية واحدة، روايات متعددة. رواية بلفظ فغضبت عليه، ورواية بلفظ أو أكثر من رواية فوجدت عليه، الوجد الحزن مع الغضب. غضبت عليه، متى غضبت؟ لما طالبته بحقها فمنعها حقها. إيه الرواية نفسها تذكر عن السيدة عائشة، طالبت بإرثها، طالبت بحقها، فمنعها ذلك إلى أن قالت فغضبت عليه وهجرته ولم تكلمه حتى ماتت، إلى أن قضت. خلاص اتضح البرهان. يومية أهل الدين اللي يطلب الحق يتبرؤون ممن غضب الله عليهم. اهدنا الصراط المستقيم، أي صراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. عرفنا الآن منهج فاطمة يبين لنا أي طريق لطلب الهداية. وين مصدر الهداية؟ مصدر الهداية هم الذين جاهدوا في سبيل الله عز وجل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. أهل البيت، أهل العصمة، وين منبع؟ أي بيت هو منبع الهداية لأهل البيت؟ أكو بيت يوصف أحد الشعراء يقول وعفرت خدي في ثرى ما استعفره لجبريل، من جنحيه ريش مزغب. يقول إذا أدخل هذا البيت أجد زغب جناح جبرائيل، لأنه هو خادم من خدام هذا البيت. وفيه محاريب لآل محمد بهن ضراعات إلى الله تنصب، وآثار أقدام صغار ومهجع إلى الحسنين الزاكيين، ومشرب وصوت ريح الزهراء تطحن قوتها إلى جلد كبش، حيث تجلس زينب رؤى سوف يبقى الدهر يحكي جلالها، وتبقى على رغم البساطة تأشب. هذا البيت ايش سووا به؟ 6 أشهر، هذا أقل فترة زمنية تذكرها الصحاح. يقف النبي وقت كل صلاة أو وقت صلاة الفجر وينادي السلام عليكم يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. استووا بهذا البيت. اقرأ تاريخ أبي الفداء، أعلام النساء، العقد الفريد لابن عبد ربه. قال الرجل إلى الآخر إن أبوا إذا امتنعوا من البيعة فقاتلهم. فأقبل الرجل وفي يده قبس من النار. هذه مو مصادرنا، بيده شعلة من النار، قبس يعني شعلة. فأقبل الرجل وفي يده قبس من النار على أن يضرم عليهم الدار، فلقيته فاطمة قالت أجئت لتحرق دارنا؟ قال نعم. أو تدخلوا فيما دخل فيه الأمة وهم روح الأمة. والطبري الجزء الثالث في تاريخ ابن قتيبة في الإمامة والسياسة، ابن أبي الحديد في شرح النهج، دعا بالحطب مثل ما جابنا، دعا بالحطب وقال لتخرجن إلى البيعة أو لأحرقنها. هاي الدار نفسها على من فيها، مو بس الدار ها، أو لأحرقنها إيش على من فيها. حتى اللي وياه فزعوا، قالوا له إن في الدار فاطمة. قال وإن، ولخص الحدث المسعودي بسطر واحد في كتاب إثبات الوصية، يقول هجموا على علي داره. هجوم ترى مو واحد، لا عشرات، هجموا بالمئات على علي داره، قسم بداخل الدار وقسم خارجها، وأحرقوا، ما قال هددوا،
وأحرقوا عليه بابه وأخرجوه منها ملببا. وهذه أعظم مصيبة على قلب فاطمة. ثم اسمع ايش قال: وضغطوا سيدة النساء بالباب. هذه عبارة أنقلها. حتى أسقطت محسنا. ولهذا الزهرة في قلبها آهات، في قلبها جراحات، مما لم بها من خطوب، مما تجرأت به الأمة وقفت على قبر النبي والقلب مشعوب، تشكي هضمها ودمعها على القبر مصبوب. وصاحت: يا أبو إبراهيم قوم من القبر شوف، خانت الأم عهودنا ونسيت المعروف، بالصوت ضربوني. التفاصيل في كتاب سليم. تفطر القلب، ما لا تتحمل. رفس الباب فألصقها بالجدار، لأن هي خلف الباب. رفس الباب فألصقها بالجدار، ثم رفع كفاه تتحمل يا أولاد. أدري أدري فظيع هذا اللبن. رفع كفاه ولطم الزهراء خلف الخمار على وجهها. نقف القرط، نقف القرط من أذنها من شدة اللطمة. ثم أخذ الصوت وألوى به على عضدها. صارت تستغيث فاطمة، ما رحم استغاثتها. استند إلى الباب والجدار فعصرها. ويلي يا ويلي. صاحت: يا أبو إبراهيم قوم من القبر شوف، خانت الأم عهودنا ونسيت المعروف، بالصوت ضربوني. وعلي قادوه مجدوف، مغدور حقه والورث يا ابوي مغصوب. قعدوا عاين ساعد ولا طمت عيوني. صوت الرجس والرام يا ابو القاسم امتوني، وهجموا علي داري وما حد وقف دوني. بعدك يا ابو ابراهيم قلبي شلون ميذوب، شحتميل بويا من مصابي وكثر بلواي. فقدك وتكفي مصيبة، فقدك وغصب المرتضى، وحنت يتاماي وكسر الضلع وتسقط جنيني من احشاي
وغصبة ونحلتي واصبرت والصبر كم ذوب كم ذوب أنا تصبر وقلبي كله جروح. الله يساعد قلبك قلبك يا سيدتي. كم ذوب أنا تصبر وقلبي كله جروح الساكل بيام اللي منعوها من النوح يا بكل يوم اخذ السبطين تطلع تطلع قالوا لها تطلع اذتنا يا كل يوم اخذ السبطين ونروح بين القبور ابكي ونرجع عند الغروب يا ظلالي الضاف العدا قطعة وظلالي أقعد بحر الشمس من حولي أطفالي وارجع وغاين من برك يا أبوي خالي ما شفت ليل نهار غير هموم وكروب أنا عشت بمعزة في دلال وفي جلال والتربية بحجر النبوة والرسالة وتزوجت تاج المفاخر والبسالة حيدر علي ما بفشل حيدر ولا قصور وتبدلت الأيام وانعكست أحوالي من عقبة ببراهيم صرت بغير والي الوالي يقيدون بحبل شفته قبالي وياهو يظن سبع الحريب بحبل مجروح لكن هنا لو تسمحوا لي بدقائق أقارن بين خروج فاطمة خلف واليها رغم ما أصابها خرجت وهي تقول ما عن علي كل شيء أصبر عليه إلا قتل علي وما رجعت الدار إلا بعد أن اطمأنت على سلامة واليها هذه فاطمة لكن وياها في الدار بنت عمرها 4 سنوات بذاك اليوم شافت أمها ممددة على الأعتاب مرت الأيام إذ بها يوم عاشوراء جاءها رسول من الحسين صاحت حس جواد حسين يصل يا بنات المرتضى متحيرة ومدري شو اسوي وضاق بي رحب الفضاء بالخيام نقعد حيارة لو نروح نغمضة ما اقدر اقعد جان هالونة الخفية ونت وطلعت هم طلعت زين لكن رجعت بواليها لا طلعت وشبشت على الهام اليسرى واليمين نوب تمشي ونوب تعثر قصد حس الونين تصيح ذابت مهجتي يا خلق من ونت احسين
وصلت التلب اليتامى وطود عزها نادت، لكن رجعت إلى الخيمات بغير الوالي، ردت تنادي ضاقت الدنيا الدنيا علي، كلكم تعذرتوا وانا بقيت اجنبي، انا حرمه وبلي رجال كيف اركب؟ تقول يا اخويا العذر لله مشيت عنك بحسره ولا قضيت وداع منك، مروا بي على جسمك ولنك مرمي على الثرى معفر مطور، يا خويا العذر لله بولية عداك، لو ان بيدي يا خويا بقيت وياك، ارد مقطوع صبعك لعد يمناك ولمك لا يضل جسمك، كم عفار. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم بجاههم عندك ومنزلتهم لديك، فرج عنا وعن المؤمنين فرجا عاجلا غير آجل. اللهم من على المسجونين من المؤمنين والمؤمنات بالفكاك والخلاص والفرج العاجل. اللهم من على المصابين والجرحى ومرضى المؤمنين بالشفاء، لا سيما المعنيين والمرئيين. اللهم داونا وإياهم بدوائك، وشافنا بشفائك، وعافنا من بلائك. اللهم برد على قلوبنا والمؤمنين بفتحك ونصرك وفرجك يا أرحم الراحمين. ارحمنا وارحم موتانا، واقض حوائجنا للدنيا والآخرة. اللهم وبلغ وأوصل ثواب مجلس عزائنا هذا إلى روح المرحوم الحاج علي محسن، وإلى روح محسن الحاج علي، وإلى روح الحاج محمد محسن، وإلى أرواح جميع موتى الحاضرين والمؤمنين، إلى أرواحهم جميعا لا سيما العلماء والشهداء. نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.